السعيد الدولية هاي سؤالشني هو سؤال ورقضان من هذا الوصفة ومقصري تقريبا أفر ينتمام ورقضان من سؤالشن في الوصفة هاي ميرانة من أساسه ويدينة يوالي هاي وبعي سعيد كهي شيخ دواده كي سمى حلال با قديم وحلال هاي زكاة الفطر لما بقوله حفاظ مسألةً أو برواقة أما ورابها هي في كيسة ملعوني كرا معلومها لي الصومالي ذا لحية ذا حيسة كلاما وعيلا كنت من مركز زير راد قاوي مقالة ذا كيسمايو أي أوروك الشباب وحي الفتوذين بل أي فليين بقى إن ورابها لعنو مركا أرنتي ميل والبيكو دبتي هو علي ورنمانكي وحي لي ما دير هادنا ورابيه الله على أودا ميسي والي سوي دي إسماعيل اللي سوي دي إذا عدنا زوالد اللي يستعى عالم يقار كاملا يوي دي وما قانو شهر حلقيا وحي سيدايا مسألة المركة وحوي مسألة اللي سكور يريا ما ورابها هيلي بكيسو على الراجح والله عوني كراوانا بنايه مسألة الشباب لما هي مسألة شرعية واحد مسألة أرور معه مسألة مسألة واحد يسألك أكو عيسى حديث جابر وأي وريان أهل السنن يا أحمد وصحيحية الإمام البخاري ترمذي بيهقي ابن حبان ابن حجر وحوشية شيخ الباني وصحيحية حديث كاس المسألة صلك أكو عيسى وحنا لو يديه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلي الضبع صيد أم لا ورابه ما أغاب من السمايا خيري وأغاب مركز راويجي حديث كور نقول كويري أقاله رسول الله مرسول الله ما سيدا إلي جابر مسوى جاب كاك مركز سوى فريما الرسول كايري بولي رسول كايري ورابه وأغاب حديث كان سامي السنة أصل وحان قبي إن لعوني كره الإمام الشافعي يا إمام أحمد كتبت أن فقه أنا ويكو تعالى شيخ كتبت أخرين فقه أهي إن أتكو مرتين بأنو مرين هديد أن مرين من هاج كتكو مرتين تعالى بابو عا إن لعوني كره لأنا ماذا بك الشافعي واحد أحمد الشافعي بل إمام الشافعي عليه رحمة الله يقول ليه في كتاب الأم وحكول ليه ربع وحان سوق قريب ولي سوق اللي هو كلا يبسده سوق الصفية مروان لحد وضع سوق الصفية مروان لحد وضع لو هذا بورو دي هذا مسعاق وكل حياله لحد وضع سوق أهان شري سوق أساب الرواية دي وراباها لكين شري وصيده وقعد اللوكة لقدن شري قولي عربت وحيالها يتعيش هاي ويأمانتونا كم إذا هابت يليه هاي يوم شافع على رحمة الله سلام مركة السلام والسلام ورابها والله عوني كرا هي الكيسون وبنائي هاي كتبت في فقه علماء إنه آخرين ترتين وكوية لي لكن سؤال شو وحي تاهي هاتو كؤولي تشري محا هذا كياني إن مسألة سيدة الله إثاري حاك أنت كياني وحا كيانا لدي شغي وحا ترى هذا الإمام شافع أوليه هاي أولاقا فهمي كرو ورابه إن أوصل معيدة وحكودل أما معيدي سإنو سو وحكوه لرن كتبت الشراحة من هاجك إيانا وي قرانو ورابها ضدك ويرير هي حولها ويرير هي وحرونها هي وحرات سنة هي امتحانك ورابيه حديث كشيغة يمأها بيدا علماء علماء الصومالي ماذا بكاسي مالي تشيرين طيب تشيرين واميد وضمال عربت لقاه له ونعس نعس دخلنا وصيدا وقال وقال اسكوا وحبوا عليهم وحبوا وقال سليم واحد ساسا يليه جرين لكن حقيقة مركا الله نقضه ورابها تشوغا عالم العربي دولكيس وخاصة مكية مدينة دولكي وحيي تشوغي
ee kutubtu ka hadlayso iyo waraabaha soomaaliya joogaayo wax farqiya aniga uma arkin. haddaad akhridaan kitaabka uu leeyahay alimaamu damiri, waa ninka sharxay minhaajka oo ku sharxay kitaabkiisa la yidhahdo annajmu lwahaaj fi sharx lminhaaj, waa imaam muxadis faqiih oo shaafic weliba ah. wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo xayaatu lxayawaanaat alkubra. kitaabkaas markaad u noqoto dabc, maadada dabc intaad aado aad dul istaagtood akhrido, sifaatka iyo khasaa'ista waraabaha markaad akhrido, waraabihii soomaaliyuu tilmaamaya, waraabo dadka cuni oo hilibkiisa cuni oo xoolaha cuni oo waxba reebaynin oo hilibka markuu cuno, wuxuu ka hadlay waa waraabihii isaga laftiisiiba. kutubta qawaamiista ee waraabaha sawiraysa markaad fiirisana waa keeni lugta ka dhutinaya. marka waraabuhu laga hadlaya keenoo jooga dhulkeenna soomaali jooga mehe, waa mid kale. warkaasaa waxoogaa masalada yaro marin habaabiyey, waana midda keentay hadda masaladu markii la arkay in lala yaabo. laakiin xaqiiqadu waxay tahay waraabe waa waraabo, waraabana ugaa dhow ku tirsan yahay. aima kala qabta inuu xarayn abu xaniif iyo ka mid yihiin, oo waxay deliishanayaan xadiidkii ahaa kullu duu naabin min asibaaci xaram, yacni wax kasta oo duurjoogta ah yani oo micile waa xaaraan hilibkiisa. kaasay deliishanayan marka waxay leyihin micil buu leeyahay waxbuna ku dilaa. fuqahada qaar baa halkaa maraya oo xaaraamaynaya hilibkiisa, laakiin labada xadiid iskama hor imaanaya. see laysu waafajinaya xadiidka dhahaya kullu dii naabin min asibaac waa caam, wuxuu ka hadlayaa duurjoog guud buu ka hadlayaa. xadiidka waraabaha ku soo aroorayna waa khaas oo mid gooni ah buu ku saabsanyay, walaa tacaaruda bayna khaasin wa caam, nas khaasoo meel gooniya ku soo arooray iyo mid si guud u soo arooray iskama hor imaanaya. midkan meesha goonida ku soo arooray midda uu ku soo arooray isagaa loogu camal falay. qaacidada yani usuuliga ah sidaas wa qaacidada saxda ah qawaacid alistinbaad ka mida waljamci watarjiix sidaas weeye. markaa sida saxda ah raajixa ah waraabaha hilibkiisa waa la cuni karaa, waana masalo horeysay oo haddama cusba. taa markaan intaa kaga gudbo zakaatulfitri ma lagu bixin karaa? si kale u dhigo waraabaha nala aadin, hilibka zakaatulfitri ma lagu bixin karaa? nadhe khayrlaabsi hilibka guud, hilib waraaba hadda nairobi nooguma hayside. waxaad tidhahdaa sidiisaba hilibka la cuno zakaatulfitri ma ku bixi karaa? haa cala raajix wuu ku bixi karaayo, waa cunto. mar hadduu hilibku cunto yahayna zakaatulfitri wuu geli karaya. wallahu aclam.